بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في أول لقاء لينا في الكلام حوالين برينس تو أجايل كستادي كوتش لحضرتك. يعني الستادي كوتش هو اللي بيكون موجود معاك، بيساعدك على إنك تحقق الهدف بتاعك في المجال اللي انتوا متفقين هتشتغلوا فيه مع بعض. فأنا بحاول على قد ما أقدر أنقل لك خبرتي وأكون استادي كوتش ليك في مساعدتك في الحصول على شهادة برنس تو أجايل. عايزين بس في البداية نعرف مين هي الجهة اللي بتعد الشهادات الخاصة ببرنس تو. طبعا احنا عارفين ان البرنس تو هي شهادة او منهج إدارة مشروعات مكافئ كده للبي ام بي. البي ام بي بتصدر عن البي ام اي، وهي جهه امريكيه، وطبعا احنا عارفين التسويق الرهيب للجهات الامريكيه لمنتجاتها. اما البرنس تو فهو منهج معتمد في اوروبا بشكل كبير جدا جدا، والكفاءه بتاعته والجوده بتاعته اعلى كتير من البي ام بي. ولو حضرتك دخلت على اللينكد ان او عملت مقارنة عن الرانكينج بتاع شهادات إدارة المشروعات هتقدر تشوف الفرق ما بين برنس تو والبي ام بي. الجهة اللي بتعد الشهادات بتاعة البرنس تو هي مكتب التجارة البريطاني، ودي بيكون مواصفة حكومية لإدارة المشروعات بتلتزم بيها الشركات التابعة للحكومة البريطانية وأغلب الجهات اللي موجودة في أوروبا. بعد ما بتعد الشهادة اللي هي الجهة اللي هي بتاعت مكتب التجارة البريطاني، بتوكل إلى شركة أكسروس إن هي تجهز الشهادات وتصدر الشهادات وتنظم عملية الاختبارات علشان تكون الانديفيدوالز أو الجهات معتمدة في المناهج اللي عدها واعتمدها مكتب التجارة البريطاني. هاخدك النهاردة في جولة سريعة كده على موقع اكسلوس واوريلك ازاي تدخل على صفحة شهادة البرنس تو اجايل، واعرفك ازاي تشتري المنهج لو انت حابب ان انت تشتريه وايه اللي موجود في الصفحة. كمان هعرفك طريقة حجز الاختبار وقيمته، وازاي تقدر تحجز موعد وتختبر من البيت او من المكتب، واللي بيحصل في العملية دي بيحصل ازاي. كمان هقدم لك بعض المواد اللي تستطيع انك تستعين بيها في حصولك على الشهادة. نبدأ بقى نشوف احنا مجهزين ايه لحضرتك. اول حاجة بدخلك على موقع اكسلوس وهحط لك الرابط في التعليقات، ودخلتك على طول على صفحة برنس تو اجايل. طبعا دي بتدخل لها من السيرتيفيكيتس، وبتختار او بتدخل على طول من هنا من برنس تو اجايل. طبعا الشركة بتاعت اكسلوس متخصصة في اصدار الشهادات اللي اعدتها الحكومة البريطانية واللي معتمدة من الاتحاد الاوروبي في العديد من المجالات، مش مجال ادارة المشروعات فقط، ده مجال ادارة المشروعات البرنس تو. وهم معتمدين دايما في اغلب شهاداتهم على درجتين من الشهادات، الفاونديشن ليفل والبراكتشنر ليفل اللي بيكون اعلى شويه من الفاونديشن. في عندهم شهاده الايتل، دي معروفه جدا جدا على مستوى اداره المؤسسات. في عندهم البي او 3، ودي معروفه جدا جدا على مستوى مكاتب اداره المشروعات. في عندهم الاجيال شيفت، ده لما بتيجي تعمل شيفت للاورجانيزيشن نفسها من الطريقه الاداريه التقليديه الى طريقه الاجايل على مستوى جميع الادارات. المهم في صفحه البرنس تو اجايل فاونديشن ليفل اللي احنا بنحاول نساعد حضرتك على انك تاخد الشهاده بتاعتها دي، في كذا حاجه، والهدف ايه من اصدار الشهاده، والجمهور المستهدف من الشهاده، وفي عند حضرتك لينك اهو تضغط عليه وتقدر تشتري الشهادة. هيوديك للصفحة دي، بيعرفك ان سعر الكتاب او سعر الجايد حوالي
100 جنيه استرليني، وده مش هتلاقيه غالبا في مكان معين كنسخة اي دي اف مجانية يعني. وانا طبعا ما بفضلش الحاجات اللي زي كده من ناحية يعني حقوق ناس، فانا عن نفسي ما اشتريتوش واستعنت بمواد تانية هقول لحضرتك عليها دلوقتي. لكن يفضل طبعا ان حضرتك تشتريه او يعني يكون موجود معاك وتقدر تاخد فكرة عنه بكل تفاصيله، هو مفيد جدا. كمان في نفس الصفحة في عينة من الاختبار بتكون مشابهة تماما تماما للاختبار اللي حضرتك بتدخل تختبره، وانا منزل السامبل دي لانها مجانية، والاسئلة 50 سؤال والاجابة عليهم، وهقول لك انا اشتغلت عليهم ازاي. كمان في هنا اول 3 شابترز من المنهج هم حاطين منهم عينة مجانية برضو، انا حطيتهم مع الماتيريال اللي هديها لحضرتك تشتغل بيها وتحاول ان انت تستعين بيها، واقول لك انا اشتغلت ازاي بالاضافه لماتيريال اضافيه انا كانت هي الاساس بالنسبه لي اللي اشتغلت عليه. يبقى دي صفحه الاكسلس ودي صفحه الشراء بتاع المنهج. طيب لو حضرتك خلاص مستعد للاختبار او برضو عايز تاخد فكره عن الاختبار بيتم ازاي وبيتم الحجز ليه ازاي، هو في طريقتين للاختبار، طريقة ان انت بتاخد الكورس من مكان وبعدين بتختبر في نفس المكان، او طريقة انك بتحجز اونلاين وبتكون موجود في احد المراكز المعتمدة للاختبار، او ان حضرتك بتحجز اونلاين وبتختبر من بيتك او من مكتبك، وده بيتم عن طريق موقع اسمه بيبول سيرت، الموقع اللي موجود هنا ده. بس حابب اعرفك ان انت لما هتختبر من البيت او من المكتب الاجراء بيكون كانك بالظبط قاعد في مركز اختبار، لان بيكون في واحد او واحده موجودين معاك بيشغلوا الكاميرا وبيشغلوا الصوت. ممنوع على حضرتك ان انت تقرا الاسئله بصوت عالي علشان الاسئله بتاعتهم ما تتسربش. ممنوع حضرتك المكتب يكون موجود في اي ماتيريال موجوده، بيشوفهم عن طريق الكاميرا، بيشوفوا الابواب بتاعت الغرفه ولازم الابواب تكون مغلقه. ممنوع الصوت يتقفل، بيشوف رقم الهويه بتاعتك او البطاقه او الباسبورت، احاول تقدم وثيقه تكون فيها تاريخ الميلاد والارقام باللغه الانجليزيه. انا لما وريت لهم الهويه بتاعتي كان فيها تاريخ الميلاد باللغه العربيه واصرت ان هي تشوف وثيقه تانيه باللغه الانجليزيه، وبتفضل موجودة معاك لآخر الاختبار وبتهنيك بالنجاح وبتعرفك إن الإيميل بتاع الشهادة بتاعك هيوصلك في خلال مدة 48 ساعة عمل، وهو بيجي في أقل من كده بكتير. المهم لو حضرتك بتدخل على موقع بيبول سيرت ده، هحاول أحط لك الرابط برضو في البوست اللي هيكون موجود على صفحة أجايل بالعربي. بتدخل على السيرتيفيكيتس وبتضغط على البروجكت بروجرام اند بورتفوليو مانجمنت، الشهادات المتوفره ايه اللي تقدر تحجز فيها. طبعا في الاول حضرتك هتكون مسجل في الموقع، والتسجيل فيه سهل جدا جدا، ان انت بتعمل لوجن انا كنت معتمد طريقه ان انا بعمل لوجن بحسابي في جوجل، فدخلت بالطريقه دي. لما بتدخل على اداره المشاريع والبرامج والمحافظ بتلاقي ان اشهر الشهادات اللي موجوده قدام حضرتك هنا موجوده بطريقه او معروضه بطريقه سهله عشان تقدر تدخل تحجز على طول، فبتختار برينس ترو اجايل، بيعرفك ان فيه مستويين حضرتك تضغط عليها كده. انا ماشي معاك الخطوات كأن احنا بنحجز دلوقتي الاختبار، فحضرتك بتروح على البرنس 2 اجايل فاونديشن ليفل، بتلاقي ان السعر بتاعه 363 دولار، فاحنا هنقول اوكي كده على اساس ان احنا بنحجز. طبعا بتسدد بالفيزا او الماستر او الباي بال، كل دي طرق موجودة عندهم. حضرتك بتيجي هنا بتختار اللانجوج، اللانجوج هنا مهمة جدا، ان حضرتك وانت بتعمل الصفحة بتاعتك او انت بتعمل الريجستريشن في البيبول سيرت، طبعا اختار ان النيتف لانجوج بتاعك العربي. ليه؟ لان لما بيحدد لك الفترة الزمنية بتاعت الاختبار، الفترة الزمنية العادية بتبقى 60 دقيقة، لما بتختار لغة اختبار غير اللغة النيتف بتاعتك، يعني احنا لغة عربية وهنختبر باللغة الإنجليزية لأن مفيش متاح اختبار باللغة العربية، ف
فهيدي لك 15 دقيقة زيادة بيعملوها كل الجهات اللي بتختبر الناس بيعملوا ليها اعتبار علشان عامل الوقت اللي بيستهلك في الترجمة. فحضرتك بتكمل كده وبتختار اللغة اللي هتختبر بيها، دي اللغات المتاحة حاليا، فانت هتختار اللغة الإنجليزية وبعدين تقول بوك الإكزام. هيطلع لك المواعيد المتاحة، يعني احنا النهاردة 13/3/2020، مفيش مواعيد متاحة في 13/3/2020. أول المواعيد المتاحة يوم 14 اللي هو اليوم التالي للحجز، بيطلع لك المواعيد المتاحة في اليوم المتاح على هيئة 3 تيتس كده، 3 مجموعات، مجموعة من 12 بالليل ل 8 الصبح، مجموعة من 8 الصبح للساعة 4 العصر، مجموعة من 4 العصر للساعة 12 بالليل. بتقدر تختار أي وقت من الأوقات دي المناسب ليك. بعد كده بعد حضرتك ما بتختار بيقول لك آدي الموعد ده سلة الشراء الخاصة بيك، بتضغط عليها وبعدين بتتم عملية شراء كأنك بتشتري أي منتج زي ما أنت متعود تشتري المنتجات بتاعتك أونلاين. بعدها مباشرة بيجي لك إيميل تأكيد لأن أنت حجزت الموعد. كمان هما هنا بيقدموا حاجة إن هقول لك عليها دلوقتي، بس خلينا نكمل الكلام عن الحجز بتاع الموعد. بيجي لك إيميل إن أنت حجزت الموعد بتاع الاختبار، وبيقول لك إن أنت تدخل تعمل ريجستريشن للاختبار بتاعك، مجموعة خطوات بتمشيها معاه. بيقول لك ادخل جهز للاختبار قبل الاختبار بساعة على الأقل، ده مهم جدا جدا إن أنت بتعمل ريجستريشن وبتقول أنا جاهز للاختبار. بيدي لك رابط لبرنامج تطبيق بتنزله، بيكون هو ده الماشين اللي بتختبر عليها، اللي بتنزل لك عليها الأسئلة اللي بتختار منها الصح والغلط، وفي الآخر بتطلع لك النتيجة عليها. يا ريت تدخل فعلا قبل الاختبار بساعة، ما تقللش الوقت عن كده لأن هيبدأ يشيك عليك أنت مكتبك شكله إيه، المكان اللي أنت موجود فيه إيه، بتختبر الكاميرا، بتختبر الصوت، بتختبر الحاجات دي، فلازم يكون عندك وقت كافي. الحاجة التانية اللي كنت عايز أقول لحضرتك عليها إن هو لما بتيجي تحجز الاختبار بيدي لك أوبشن كده، بيقول لك ممكن إن أنت تحجز الفرصة التانية لو لا قدر الله الاختبار انت ما نجحتش فيه، اللي هو انت دافع قيمته $363 ده، لو انت حجزت الاختبار الفرصة التانية بيدولك تقريبا ب $89، ان انت لو دخلت مرة تانية لو لا قدر الله فشلت في انك تحصل على الشهادة في المرة الاولى بيديلك فرصة تانية ان انت تحجز اختبار الفرصة التانية ب $89، بس بيشترط عليك انك تحجز اختبار الفرصة التانية ده قبل ما تدخل التجربة الأولى. أنا عن نفسي ما حجزتوش، لكن هو فرصة كويسة أوي للي شاكك أوي في إمكانياته إن هو يدخل الاختبار ويشوف هيعديه ولا مش هيعديه. بالتوفيق ليكم جميعا، وإن شاء الله تكونوا مستعدين وتعدوا من أول مرة، لكن الأوبشن ده أوبشن ظريف جدا جدا، بدل ما تدفع $363 مرة تانية بتدفع بس $89 لو اخترت الاختيار ده. بالنسبة للماتيريالز اللي أنا مجهزها لحضرتك، أنا منزل لك أول 3 شابترز من المنهج الرسمي بتاع البرنس تو أجايل، ومنزل لك الأسئلة الرسمية اللي موجودة على الموقع، ومنزل لك إجاباتها، ومنزل لك سورس اسمه برنس تو أجايل فاونديشن ستادي نوتس. ده الشيء الحقيقي اللي أنا اعتمدت عليه فعلا، بالإضافة لحوالي 21 نقطة اللي أنا كنت اتكلمت عليهم مباشرة بعد ما كنت مجهز للاختبار. فهحط لك الرابط بتاع ال 21 نقطة دول، كنت مركز جدا جدا في المنهج واتكلمت عن الشهادة والاختبار فيهم في الصفحة بتاعت اللي هي جايب بالعربي، هحط لك رابط للنقطة دي. وبعدها جات لي ردود كتيرة وتفاعل كتير عليها، ان هم بيسألهم احنا ازاي ناخد الاختبار او ندرسه ازاي. فانا جهزت لحضرتك الماتيريال وعملية الاستادي كوتش دي. فهنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا هنتكلم عن الماتيريالز اللي انا مقدمها لك. في هنا الاول 3 شابترز اللي موجودين في المنهج الرسمي بتاع الاجايل،
الميزة اللي فيهم ان هو شغال باسلوب لطيف جدا جدا، بدأ يعرفك ايه هي البرنس 2 والمكونات بتاعتها والفرق ما بين البروجكت والبيزنس از يوجوال، وده مفهوم مهم جدا جدا ان احنا نبقى عارفينه. وبعد كده بيدي لك اوفر فيو عن الاجايل، وبعد كده بيعرفك المبدأ الاساسي بتاعهم اللي هم شغالين فيه في شابتر 3، اللي هو مبدأ البليندنج او الدمج ما بين برينس 2 و الاجايل، وبيعرفك ازاي بيتعمل كده. هنا ده الاستادي نوتس اللي انا اعتمدت عليها الحقيقه، هو ملف عباره عن 56 صفحه، لو مشيت فيه بتركيز جدا وعرفت المقصود بكل حاجه فيه هتقدر ان شاء الله ان انت تكون قادر على اجابه الاسئله. الأسئلة عبارة عن 50 سؤال، بيكونوا في 75 دقيقة المتاحين لينا، على اعتبار إن إحنا مش native English language، فهو الوقت الحقيقي للاختبار بيكون 60 دقيقة. بيلزمك إن أنت تجاوب على 28 سؤال صح من ال50 سؤال، لأن الأسئلة ما بتتكررش تقريبا، وبتعتمد تماما على الفهم، ان انت تكون فاهم. انا خلصتهم في حوالي 50 دقيقة او اقل من 50 دقيقة. الاختبار بيكون بالطريقة دي بالظبط، بيقول لك السؤال وبيدي لك 4 اجابات اي وبي وسي ودي، انت بتختار الاجابة الصحيحة. انا كنت بعمل ايه؟ بمسك ورقة واكتب فيها واحد، السؤال رقم واحد، واشوف السؤال واحط الاجابة بتاعتي ايه ولا بي ولا سي ولا دي، وبعد ما بخلص ال50 سؤال بروح على الورقة بتاعت الاجابات. الورقة بتاعت الاجابات بقى مهمة جدا 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 في حاجتين، ان انا كنت بعرف الاجابة الصحيحة بتاعتي هي فين فيهم، وبقيم نفسي بعد ما بشوف كام سؤال غلط من ال50 سؤال، فبعرف انا جاوبت اكتر من 28 سؤال من ال50 ولا لا. لما وصلت لان انا بجاوب حوالي 45 سؤال او 46 او 43، قررت ان انا ادخل الاختبار، والحمد لله كانت النتائج مرضية جدا جدا. الجميل ان انت ممكن تعتمد على الفايل بتاع الاجابات ده في انك بتشوف الاجابة الصح صح ليه، والاجابة الخطأ خطأ ليه، بيعرفك التفسير المنطقي للاجابة. فبكده ان شاء الله بيكون معاك ماتيريالز كافية لانك تنجح في الاختبار او تعرف تقيم نفسك في الاختبار. لو الماتيريالز اللي موجودة مع حضرتك دي كلها حسيت بعدها ان انت مش مستعد للدخول الاختبار والنجاح فيه، وحبيت اي مساعدة مني، انا تحت امرك. تقدر تتواصل معايا على صفحتي في اجايل بالعربي، وإن شاء الله اللي هقدر أساعدك بيه هساعدك بيه، مع أطيب أمنياتي للجميع بالتوفيق والوصول إلى ما يتمنون من طموحات بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.